بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي طلاب تاني اعدادي. النهارده هنشرح اخر جزء في الدرس الاول بتاع خصائص الموجات الصوتيه. طبعا تحط خصائص الموجات الصوتيه ثلاثه. اول حاجه انتوا خدتوها في الدرس درجه الصوت، تاني حاجه خدتوها شده الصوت، تالت حاجه نوع الصوت، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. طبعا ما كنت باجي اعرف اي واحده كنت ببدا اقول من اسم خصائص درجه صوت خاصيه، شفت هي خاصيه نوع. هنبدا برضو بنفس الفكره، يعني ايه بقى نوع الصوت؟ كلمه يا حبايبي نوع الصوت هقول عليها ايه؟ هي الخاصيه التي تميز بها الاذن الاصوات، اللي كل الاصوات اللي تطلع قدامك اي صوت بقى، بس بيحسوا ايه بقى؟ كنا في ديه كنا نقول لك حاده وغليظه، ليه كنا نقول ضعيفه وقويه؟ طب دي من حيث ايه؟ طبيعه مصدرها، ايه الكلمه الغريبه دي؟ من حيث طبيعه مصدرها. وفي جزء هقوله دلوقتي بس هقولكم الاول نكمل في الجزء ده. كلمه طبيعه مصدرها يعني عارفين الاذن الموسيقيه؟ الله الاذن الموسيقيه يسمع صوت مغمى كده يقول لك الصوت ده جاي من الجيتار، لا الصوت ده جاي كمانجا، لا الصوت ده، يبقى هو عارف طبيعه مصدر الصوت، حتى بيسموها اذن موسيقيه. كان يعني انا بعد ذلك ان انا المفروض اعرف يعني ايه مصادر الصوت او ايه انواع مصادر الصوت. في اول الدرس خالص لما كنا بندرس الدرس ده قلنا لك انواع الاصوات المسموعه وهفكركم بيها. كل الاصوات اللي بنسمعها قلنا عليها بنقول عليها نغمات موسيقيه او ضوضاء. طيب انا بوصل على حضره النبي، انا دلوقتي هتكلم اقول لك ايه؟ انواع مصادر الصوت. يعني ايه؟ انا طول ما انا بالنسبه لي كده بشرح ده صوت، ده مصدر مصادر الصوت. بسمع صوت القطه، قلت كده مصدر مصادر الصوت. واحد بيسمع كمان مصدر مصادر الصوت. بس هنا مصادر الصوت هنمسكها حاجتين اتنين بس، حسب طبيعه النغمات اللي طالعه منها. طبعا كلكم حبايبي عارفين ان انا خدت حاجه مثال اسمها الشكر للنام، صح؟ طيب طيب في مثال تاني هقوله عن البيان. ايه دول؟ ما بدل الامثله على طول؟ ايوه من خلال الامثله هقدر اوصل يعني ايه نوعها. النغمه اللي طالعه من السكر اللي انا بتشاف بسيطه صح؟ هل فيها زي تحت موسيقى دوري ما طالعه كده منزه؟ لا ما فيهاش شيء. بقول لك عليها ايه؟ ايه؟ هي مصادر يصدر عن اهتزازها نغمات، نغمه بسيطه، اهتزازها يا حبايبي؟ نغمه بسيطه. طب النغمه البسيطه دي هسميها ايه؟ سميها نغمه اساسيه. فاهم يا حبايبي؟ يبقى هنا اول حاجه مصادر الصوت هي مصادر يصدر عن اهتزازها نغمه بسيطه. بسيطه ازاي؟ بيسموها ايه؟ نغمه اساسيه. طب تاني نوع من المصادر هقولك ايه؟ مصادر يصدر عن اهتزازها نغمات. نغمات وسيبها لك عامه كده. طب النغمات ديت عشان كده تلاقيه يقول لك دو نغمه، روي نغمه، مي نغمه، اللي هو تصير موسيقي، انتوا طبعا تصير موسيقى وعارفين. طب فجمعها لك في لفظ كامل اسم نغمات، لا انا هسميها حاجه ثانيه بقى، سموها ايه يا حبايبي؟ سموها نغمات مركبه. طب لا انا عايزه افهم بقى نغمه اساسيه ونغمه مركبه، نغمات مركبه. قال لك لا، طب انا عايز اعرف النغمه المركبه عايزه تركب من حاجتين. طب تعالوا مثلا لو حضرتك النبي عايزه افهم كلمه نغمات مركبه دي يعني ايه؟ لو انا عندي حبايبي بالشكل ده زي بازل، كان جاي بالشكل ده بازل حبايبي اهوت، وهسمي ده الف وده ب، قلت له الشكل ده عباره عن ايه؟ من بره مستطيل. المستطيل ده اللي هو الشكل البازل ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من الف مصحوب بمين؟ بب. الف مصحوب بب، هل قلت ب؟ بصوا الف مصحوب بب، يبقى النغمه المركبه دي عباره عن ايه؟ عباره عن شيل الف واحط بدلها النغمه الاساسيه. مصحوبه هنشيل ب ونحط بدلها ايه؟ نغمه توافقيه. نغمه يا حبايبي؟ توافقيه. تاني يعني ايه نغمه مركبه؟ نغمات مركبه يعني بتتركب من حاجتين اتنين. ما حدش خلي بالكم ما تجيش اقول نغمه توافقيه مصحوبه. لا هنا هقول عليها ايه؟ يا نغمه اساسيه مصحوبه بنغمه توافقيه. نغمه ببدا بالاول، نغمه اساسيه مصحوبه بنغمه توافقيه. تبقى تعريف النغمات المركبه. طب في تعريف تاني يعني ايه توافقيه بقى؟ تعالوا نرجع لاصل النغمه دي. هنكمل الشغل هنا، قلت لكم النغمه الاساسيه ادي رسمتها يا حبايبي. حاجه بسيطه خالص اهي. طب اللهم صل على حضره النبي. تعالوا نرسم النغمه
التوافقية. النغمة التوافقية قال لك هي عبارة عن إيه؟ لو أنا بصيت عليها نغمة توافقية هي مصاحبة نغمة، بسمع صوت الله حلو النغمة اللي أنا بسمعها دي. طب النغمة دي مصاحبة لمين؟ النغمة الأساسية في الموسيقى بسمع صوت هادي وفي صوت ده طالع نازل طالع نازل معاها كده اللي هي الأصوات دي. لما باجي أعرف نغمة توافقية عبارة عن إيه؟ نغمة توافقية عبارة عن إيه؟ هي نغمة مصاحبة. مصاحبة لمين؟ للنغمات الأساسية، للنغمات الأساسية أو النغمة الأساسية. بس هتكون منها أعلى منها في الدرجة وأقل منها في الشدة. تاني هنرجع نفتكر تاني كنت بقول لكم الدرجة، يعني كنا بنقول دايما عدد الاهتزازات يعني التردد. يعني كأن لما أجي أرسم الرسمة دي هرسمها لكم كده. طب أقل منها في الشدة يعني أقل في سعة الصوت، سعة الاهتزاز. عشان كده دي كانت ممكن ارتفاعها 1 متر، بقت ارتفاعها لكم مثلا نص متر. شفت الرسمه دي من الرسمه ديت؟ يبقى فجاه اعرف انها طبقيه، واقول نغمه طبقيه، يبقى كلمه من اسم نغمه، يبقى هي نغمه. نغمه هي نغمه، بس مصاحبه لمين؟ جايه ورا مين؟ جايه ورا النغمه الاساسيه. يبقى تاني نغمه طبقيه هي نغمه مصاحبه للنغمه الاساسيه، نغمه مصاحبه للنغمه الاساسيه، اعلى منها في الدرجه اللي هو تردد، واقل منها في الشده اللي هي سعه الصوت. طيب نوصل لحاله النغمه بتكون نغمه مركبه، يعني كان الاثنين دول مدمجين في بعض، يعني كان النغمات المركبه اللي طالعه من البيانو او طالعه من الكمان او طالعه من الجيتار او اي اله موسيقيه زي دي واخده الشكل ده يا حبايبي. شوفوا حاجه كده تحسها اني بركب دي على دي عشان تطلع لي الشكل ده. يبقى لما اجي اشوف النغمات فقلت النغمه اساسيه، طب النغمه دي نغمه افقيه، طب النغمه دي مركبه. طب نرجع تاني في النغمه الافقيه اللي انا كملتها، اعلى منها في الدرجه واقل منها في الشده. يعني ايه الجمله دي؟ يعني انا ممكن جهاز خلي بالكم بقى هناخد الجمله الاخيره دي وازودها على التعريف اللي انا قلته لكم هزودها هنا. حتى لو كانت متساويه في الدرجه والشده. افهم الجمله دي. قال لي انا ممكن اطلع نفسي في النغمات تطلع من البيانو شبه اللي طالعه من العود، ويكون واخدين نفس النغمه الاساسيه. تاني بيانو وكمان حاجات ممكن يكون نفس النغمه الاساسيه، متساويين في الدرجه والشده، متساويين في الدرجه ايه؟ والشده، لكن مختلفين في مين؟ في النغمه التوافقيه، مختلفين في مين يا حبايبي؟ في النغمه التوافقيه، زي كده انت واخواتك كده، انت واخوك وماشي مع باباك، باباك واحد مشترك بينكم، لكن انت واخوك متشابهين؟ لا، كأن بابا هو ألف. وكأن انت ب واخوك ب برضه، بس ب ايه؟ اخوك مثلا ب ده شبه ب الشرطه. انتوا الاثنين مختلفين عن بعض، بس انتوا الاثنين مصاحبين لمين؟ انتوا الاثنين متابعين لمين؟ متابعين بابا اللي هو الف وواحد ابو واحد ابو، بس مختلفين في مين؟ مختلفين في ب. هي نفس الفكره، البيان كمان حاجات ممكن يكونوا متساويين في النغمه الاساسيه. النغمه الاساسيه طالعه واحده، متساويين في الدرجه والشده بتاعت النغمه الاساسيه، لكن مختلفين في الدرجه والشده بتاعت النغمه ايه؟ التوافقيه. هنرجع تاني لتعريف نوع الصوت. هي خاصية التي تميز بها الأذن الأصوات من حيث طبيعة مصدرها حتى لو كانت متساوية في الدرجة والشدة. تاني خاصية تميز بها الأذن الأصوات من حيث طبيعة مصدرها حتى لو كانت متساوية في الدرجة والشدة. طب النص الصحيح على سيدنا محمد، خلصنا الجزء بتاع نوع الصوت. طيب أنا